اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، مازال غادي معكم فيديو وهذا الفيديو السادس تبارك الله ما شاء الله، وحنا غادي معكم مرحله بمرحله. وكما كتشوفوا فالشركه التطراف خدامه كدير لنا في الكانداون يعني بدايه العد العكسي. غيكون عندنا جيلاطوار، هو بدا كيتبان لكم من هنايا، هنا غيكون عندنا الجيلاطوار الاولاني، وهذا الرومبه الاولانيه ها هي شتو مشات من هنايا وداز من جهه الشاف من ليه ياك، ودارت وغتكون عندنا الدوره الاولى غتكون عندنا هنايا وحده، واختي هذه غادي تكون عندنا لي دابا نصورها لكم. حنا غادي معكم حاجه بحاجه. شوف حيطه وحذر كيحاول يكرط من الفن وغادي بشويه عليه. كل شيء هادشي اللي كتشوفوا فيه اخواني اخواتي تقنيين مغاربه، مهندسين مغاربه، طبوغرافيين مغاربه، مسؤولين مغاربه، مسيرين مغاربه، شباب مغاربه. وتحيه لليد العامله المغربيه، وتحيه للجواكريه فين ما كانوا واحد واحد. انتوما كيصوبوا اليوم هنايا، شو كيدير هنا طن طريجات من هنايا يا سيدي ليك، شنو هاد لابيسين هادو تيران شنو هاد. المهم غادي تتبعوا معنا شنو غيكون عندنا هنايا خوتي حبابي اصحابي، شتي داروا لها بحال شي قاعة بحال شي بحال تريبين بحال شي. المهم هادشي راك شو كيفاش كانوا كيفاش ريبوه، وداكشي غتبعوه معنا بشوية بشوية، وكل حاجة غنوقفوا عليها وغادي تعرفوها. ومرحبا بكم والله يخطيكم وبارك الله فيكم. إذا عندنا اليوم الأول وحنا غاديين معاكم، وغادي تتبعوا معنا الاشغال هنايا في نفق جزنية. كلهم هادو الاطراف حداده هما دخلوا لنا كيفتلوا. تبارك الله ما شاء الله، حداده هما داخلين هنايا. وكاين عندنا حديد الخدمه ما كنفتل، كاين يشبك انا مسيدي عليكم، وما كان نعطي النفق ياكل. راه 2800، ما بين 2800 حتى ل 3000 طن ديال الحديد. شوف شحال ديال الحديد اللي واكل ليهم هذا النفق. ابوب حل فمو كيسرط. وعاد البيطون 30000، شوف شحال ديال المتروات اللي داخله فيه هنايا. وعاد 140000 متر ديال اللي مشات لينا، خرجت لينا هي ديال التراسي. كاين الحسابات، هو الطول ديالو خوتي اللي مشى لينا فيه 680 متر. مسؤولين ومراقبين من الولايه، شوف واقفين اخوتي ما كاينش، واقفين على النفق، مسؤولين ومراقبين من الولايه. تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله ما شاء الله، الله يسر لهم الامور. وهنا عندهم واحد المجموعه ديال الاشغال اللي بقى لهم وقوف، مسؤولين من الولايه كيجيو ان دابا شنو دابا عندهم العد العكسي. هنا بدايه ديال العد العكسي، دائما في كل تريمي ملي كتكون البدايه ديال العد العكسي الا وكيكون هي الزياره، كتكون كل السبت، كل السبت كتكون الزياره حاضره. هنا هي من مدرسة غيديروا لها ضالو، شتي غيديروا ليها فوال، الحيط ديال المدرسة يحيدوا الحيط مزيان مزيان الفوال، لأن الأرض لتحت، الأرض عندهم لتحت فيها فيها الغيث. شو
هاد القنيت هو اللي باقي اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم هو اللي غادي يكملوه. حقيقة انا تفاجئت، سمعتوني من ما جيت فين هبط فيكم للصحراء ونطلع صافي لقيت تريميسالة بارك الله ما لي فوال شو داخلين حتى لداخل ليكيب ديال شو. هذه هي الخدمه اللي دارت لينا، هذه هي الخدمه اللي خدامه بها ليكيب ديال ار كيو ار. ليكيب ديال ار كيو ار هي هذه الخدمه في التريمي ديالها. شو دابا هما غاديين من هنايا وفاريابل هادو هادو شوم غادي نفاريابل قد ما الحيط غادي كيطلعوا فيه. وي انتوما اللي شديتوا هاد لي فول هادو الجواكريه ديال تبارك الله عليهم. تبارك الله ما شاء الله. بارك الله على الأصيلة أصيلة، كل شيء بخير، الله يستر أمركم، بارك الله عليكم، يعطيكم الصحة، بارك الله عليكم. هانتوما خوتي تبارك الله ما شاء الله، مازال شحال غادي يطلع، شوف، هانتوما، شوف شحال، جنيش أنا مع يدي، عند الكتاف قد قد. 175 هادي شو كل غادا تعمر وغادي وكي اي هي هي راه عندهم مازال الخدمه. اعطيكم الصحه. ندوزو هنايا جيت ستاسيون دو بومباج، هنا فين كان عندنا ستاسيون دو بومباج وهنا فين غيكون عندنا الجيغاتوار الثاني هو هذا. شو انا غادي معكم، انا ايكيب اخرى خدامين هنايا شو وحنا غاديين معكم حاجه بحاجه. تبارك الله ما شاء الله. اذا غيكون عندنا جيغاتوار الثاني غيكون عندنا في هذه المنطقه من هنايا. مرحبا. اذا الثاني غيكون عندنا هنايا واه شوف فيه هو جوج، الاولاني وريته لكم اللي والثاني هو هذا ستاسيون دو بومباج. ليكيب ديال ستاسيون دو بومباج هي حاضره معنا هنايا. كي داير صديقي امانديس؟ جيتو تشوفوا معاهم ستاسيون دو بومباج ياك؟ فيريفيكاسيون ديال ستاسيون دو غيكون فيه هو ديال الشمور غديروا لي بومبويت غيكونوا فيه البومبويت جو 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 هذا هو البوست ديال الضو ديالو. هو هذا كاين البوست وكاين لوكال كوموند. هذاك لوكال كوموند وهذا هو البوست. هذاك لوكال كوموند هذاك الشيء كلشي اللي غتحولوه لهنايا. الخيوطه وداك الشيء ديال التريم. كاين لي بومب لي كابل دو بومب غادي يكونوا ليين لوكال كوموند. والبوست كي اليمونتي هذاك لوكال كوموند باش كيعطي الطول يعني باش كنديروا لا ميزو سيري. لوكال درتوه الفوق. لا هو هذاك النيفو راه غيطلع ما فهمتينيش فاس ميشو كانوا كيديروا في الارض لتحت نو حيت الماء صافي فهمت علاه اشرح لي بالضبط. لوكال كوموند نورمالمون في كل فوق باسكو تيكون فيه لي زيكيبمون الكتريك. هو خوه هو نيت شفتو انايا مع واحد الشركات اخرين داروه تحت الارض. لا هذاك تيكون سون ديال اونتيري لا ميمكن شي حاجه ماشي هي شي حاجه توجور لي زيكيبمون الكتريك لوكال دو كوموند تيكون قال سب النيفو دو الماء واه فهمت. اذا كما كتسمعوا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء قناه انا جيت معنا ليكيب ديال الامانديس خدامين كيحطوا لنا هنايا في المضخات ديال ستاسيون دو بومباج. والعمليه كما كتشوفوا في الفيديو الموالي غادي نشرح لكم بالضبط اشنو كاين عندنا وبالضبط كيفاش غادي يخدموا لنا هذه القضيه. اذا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء خليتكم على خير وما كان غير الله الوطن الملك. ندوزوا الفيديو الموالي.